الفيل الأفريقي يهاجر بحثاً عن الماء، وأنه يتبع الطرق نفسها كل عام، ويستهلك كل فيل ما يقارب 136 كيلوغراماً من الجذور والأعشاب والفاكهة وإحاء الأشجار يومياً. وتعتبر الوجبة الضخمة ضرورية في الحفاظ على جسده الضخم الذي يبلغ طوله من 5 إلى 8 أمتار. وهيك بنكون خلصنا فقرة هل تعلم اليوم، إن شاء الله إنها تكون عجبتكم واستفدتم منها، وإلى اللقاء مع فقرة جديدة ومعلومة جديدة. باي.